قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين المحتفلين بسبت النور من الوصول لكنيسة القيامة والاعتداء عليهم انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحرية العبادة. هذا وأدان رئيس اللجنة إغلاق قوات الاحتلال كل الطرق المؤدية لكنيسة القيامة وتحويلها إلى سكنة عسكرية، مشيرا إلى أن عدد أفراد شرطة الاحتلال فاق عدد المشاركين والمصلين داخل الكنيسة.